ايوه يا استاذه ليلى، بقول لحضرتك كشف مكالمات جمال الجبالي كله. ايوه معايا خلاص. لا لا، محطات تانيه مين؟ محدش عارف يعمل الحركه دي الا العبد لله. المفاجاه بقى اللي فيه مكالمات لرقم السفير بهجت سالم. ايوه السفير بهجت سالم بتاع العراق. انا دورت ورا كل النمر اللي موجوده في الكشف وعرفت المعلومات دي من جوه الشركه. حضرتك هتشوفي بنفسك يا استاذه. بيرو، I know إنه اللي حصل ده كان very hard، بس خلص حبيبي، you have to overcome it. بيك كتير كبير بالسن، وإذا شافك أنت أحسن هيدا الشيء حيساعده كتير إنه ينسى. ينسى؟ سوري، ما قصدي إنه ينسى، قصدي بس إنه يحاول يعيش بطريقة أحسن. عارفة مارلين، أبويا حاله أحسن مني بكتير. عاش مع أمي وأخويا زمن، وفاكر لهم مواقف وحكايات دارت ما بينهم في البيت ده. أنا اللي سافرت وبقيت، أنا أيامي معاه مش فاكر منها أي حاجة. أنا أمي كانت بتيجي وتقولي فاكر يا بيلو كذا، وتيجي تقعد تحكيلي وتفكرني. أنا افتقدتهم أكتر واحد. حبيبي أنا فاهمة شو عم بيصير معك وحاسة فيك كتير منيح، بس شو مفكر؟ فكر انت اذا طليتك قاعد هون هيدا الشيء رح يرجع لك ايامك معهم ولا شو؟ ايوه هرجعها وهعرف اجيب حقهم كمان. من مين؟ بس خبرني من مين؟ انت يا حبيبي عم بتحارب شبح اصلا مش عارف هو مين ولا شكله كيف ولا مكانه فين. مارلين انا ما بحبش اسمع الكلام ده، بليز. كلامي ده هو اللي حيرجعك معايا. هيدا البلد مش بلدنا. انا من وقت ما وصلت لهون وانا بشوف الظلم everywhere، في الشوارع، في الشحاتين. حبيبي الناس هنا عايشين كأنهم مواطنين درجة عشرة، ليش تنعيش هون؟ We have our country. بليز خلينا نرجع، أنا تعبت كتير. ليش ما عم تقبل؟ لأنك زي ما قلتي بالظبط، أخويا وأمي عاشوا درجة عشرة وكانوا مستحملين وساكتين وماتوا بالظلم اللي أنت قلتي شفتيه. يبقى أنا كمان هشارك في ظلمهم وأدي لهم ظهري قبل ما أجيب لهم حقهم. من مين؟ بس قل لي من مين تعرف. انا هعرف من مين، انت مالكيش دعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الان وقد امهلناكم يا حكومه مصر العميله ان تعودوا الى سبيل الحق، فاتعقدتم الى الارض ولا زلتم تبغونها عوجا بالتعامل مع العدو الامريكي والصهيوني. يقول تعالى: فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا هو الانذار الاخير، وبعدها سنريكم بأسنا. طب ازاي؟ ده اتقتل بعد كده؟ ده اللي انا مش فاهمه يا استاذه. ممكن ما يكونش اتقتل بعدها مثلا. ازاي يا ابني؟ دي مصر استلمت جثمانه ومشي في جنازته رئيس الوزراء ووزير الخارجيه نفسهم. انت بتتفهم ازاي دي؟ بسم الله ما شاء الله، ضحكته ترد الروح. يا اختي ربنا يخليه لك يا حبيبتي. تصدقي اول مره اشوف ضحكته؟ هو انت بتقعدي معانا يا منى بنتي؟ بس تعرفي كله ابوه علي بيه. يا سلام. اه والله ربنا يحفظه ويستونه. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على السلامة يا علي بيه. بقول لحضرتك رامي اهو زي القمر، بص وشه يجنن، ضحكته من هنا ومن هنا، كله حضرتك. بابا فين يا منى؟ في المكتب، كلمه على الموبايل. ما بيردش. بقول لحضرتك ايه؟ احضر لك العشاء؟ بسرعة. من عينيا، ده انت تؤمر. يلا يا رجل. يا روح يلا بينا حبيبي. رحت تحقيقين يابا؟ رحت. وايه الاخبار؟ العادي، كم سؤال ملهمش لازمه. علاقتك ايه بالمتهم؟ سلوكه، معارفه، مشاكله. رئيس النيابه بيتسلى. زي ما كنت متوقع، الموضوع ما يهمكش. جمال يضيع ما يضيعش مش مهم. جمال مش هيضيع. امال بتسمي اللي انت بتقوله ده ايه يا علي؟ صاحبك وزميلك طول عمرك، سبتوا الشرطه مع بعض وتشاركتوا في مشروع مع بعض وتعرف عنه اكتر ما اي حد يعرف عنه، يبقى ايه يا علي؟ يبقى ظروف شغل يا منى اللي انت مش عايزه تفهميها. شغلك؟ تعرف يا علي
أنا عمري ما سألتك عن شغلك، مش بس عشان مش مهتمة إني أعرف، لكن كمان عشان عارفة ومتأكدة إن أنت هتكذب عليا، وأنا بقى يضايقني قوي إن واحد زيك يكذب عليا. مش محتاج تكذب يا منى، عارفة ليه؟ مش علشان مستني أنول الشرف العظيم بالكذب عليكي، لا، بس علشان عارف ومتأكد إن اللي عايزة تعرفيه هتعرفيه. برافو عليك، بس أنا المرة دي بقى عايزة أعرفه منك أنت. جمال إيه علاقته بالحادثة؟ عايزة تعرفي جمال علاقته إيه؟ أوي أوي. أقول لك، بس قبلها قولي لي أنت ليه مهتمية بحكاية جمال؟ وكل شوية أسئلة واستفسار. اللي بينك وبين جمال يخليك خايف عليه للدرجة دي؟ انت بتغير بقى ولا ايه؟ هيكون ايه اللي بيني وبين جمال؟ بحبه؟ بيحبني؟ في ما بيننا علاقة مثلا وخايفينك تعرف؟ كنت بتتصلي بجمال ليه يا منى؟ انت بتتجسس عليا يا علي؟ شفت نمرتك موجودة كل يوم مرة واتنين في سجل مكالماته. طب وفيها ايه؟ انا اللي بسألك. وانت اتجننت عشان اجاوبك؟ جمال ده انضف وارجل واحد عرفته عن طريقك. يا ريتك يا اخي تبقى زيه. قولي لي اللي بينكوا، ها؟ لما تشوفه بقى اساله، وبقى اشوف كمان هترد تقول ايه لبابي على التخاريف اللي انت بتقولها دي. مساء الخير اعزائي المشاهدين. ولا زالت حاله التخبط والتضليل الاعلامي المقصود هما المسيطران على الشارع المصري. دماء قبطية ومسلمة، خلينا نقول دماء مصريين أريقت، وإلى الآن أخبار وتصاريح متضاربة واللغز يزداد تعقيداً ومحدش عارف الحقيقة فين. لكن ده مش معناه إننا هنقف مكتوفي الأيدي وننتظر تغطية الأحداث بأحداث أخرى، أو بالبلدي كده الطرمخة على اللي بيحصل، وإننا شعب طيب ودوامة الحياة واخداه. مش هنعمل كده، مش هنستنى إنهم يفرجوا عن الحقيقة أو الجزء اللي هم شايفينه مناسب من ظهوره من الحقيقة. إحنا بنتحرك وبنوصل لمعلومات. هدفنا الوحيد هو تقديمها لحضراتكم علشان نقول إن البلد دي لسه فيها شرف وناس أمينة تستحق العيش بكرامة وتستحق معرفة الحقيقة مهما حاولوا يخبوها عننا. لكل هؤلاء تقرير حصري غاية الدقة والخطورة، ومعلومات الصور بتنشر لأول مرة عن المتهم الأول في حادث تفجير الكنيسة، المتهم جمال الجبالي. حاضر وأنا تعمل. خلاص يا اسماء، جمال بقى متهم رسمي. حضرتك ده كلام تلفزيونات، هم وراهم غير كده. والنبي يا استاذ رجائي، حلفتك بالنبي ما تتفرج على الحاجات اللي بتوجع لك قلبك دي. هي الحاجات دي بس اللي بتوجع القلب يا اسماء؟ كل حاجه حواليا بس بتوجع قلبي دلوقتي. جمال وغيبته عني، لا انا عارف هو عامل ايه ولا بيعاملوه ازاي هناك، لا انا عارف اذا كان هيرجع ولا مش هيرجع. كلام الناس واللي بيقولوه عنه سليم، وخوفي لحد يساله عن ابوه. عمري ما تمنيت الموت زي الايام. نفسي ربنا يريحني من وجع القلب اللي انا فيه ده. ما تعملش لنفسك كده، ربنا يديك الصحه. ارجع اقول لنفسي لو مت دلوقتي مين اللي هياخد باله من سليم وربيه ورعيه؟ ده هيفتكر ان انا اتخليت عنه، ده محلفني قال لي اوعى تسيبني يا جدو لحد بابا ما يرجع. النبي يا رب، النبي يا رب تحلها بمعرفتك. لا معرفتك يا رب، انا خلاص والله بقيت مش قادر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ضابط الشاب جمال رجاء الجبالي من مواليد القاهرة 1973، تخرج من كلية الشرطة
ليتنقل بين عدة مواقع من الأمن المركزي لقطاع السجون للأمن العام، وانتهاء بمباحث أمن الدولة. مطلق ولديه طفل واحد. طليقته السيدة فريال نصير زوجة رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الشعب السيد سعد الكومي. تشير التحقيقات السرية إلى إحالة الجبالي إلى التقاعد بسبب سوء معاملته وقسوته المفرطة التي طالما لجأ إليها في تعامله مع من يحقق معه. يبدأ بعدها مشروعا خاصا مع زميل سابق بالشرطة الرائد علي الميري، عبارة عن شركة للخدمات السياحية مكنته من توسيع علاقاته، وهو ما تقوم أجهزة البحث بتتبعه للوصول إلى المحرض الفعلي لحادث تفجير. عمرو حسن، الشارع المصري. شكرا لزميلنا عمرو حسن. وزي ما حضراتكم تابعتوا التقرير وعرفتوا المعلومات اللي فيه، احنا امام حاله خاصه جدا بتحوي العديد والعديد من الاسرار والاسئله اللي لازم نوصل لاجابتها بكل حذر وكل دقه، لانها في الواقع اجابات بتحمل من الدهشه ما يفوق الاسئله. اوعى تنسى ان كومي بيه داخل العمليه دي عشان يستخبى في جلبيتك، يعني كلمه كده ولا كده هيمسكك. صح، ايه رأي سعادتك يا باشا؟ يعني الصوت والصورة مش واضحين ولا ايه؟ اللي عرفك ان اللي موجود على السي دي ده يهمني انا؟ يا باشا اي حد في الشارع بيقرا الجورنال الصبح عارف اللي بينك وبين سعد الكومي، وان كل واحد فيكم مستني للتاني على غلطة. فانا لما الاقي نوح السباعي اللي هو شخصية عامة مسجون عندي جاي له المحامي بتاع سعد الكومي كده في زيارة مريبة والمأمور مش على بعضه، يبقى الحكاية فيها حاجة شمال. بعدين السي دي كان بقالها فترة كده عندي لدرجة كنت بفكر امسح الفيديوهات دي خالص، وبعد كده قلت خساره، خليه حاجه زي كده ممكن تنفعنا كلنا. قول لي بقى حضرتك الضابط، ايش ضمني ان السديهه دي مش مضروبه وانها لعبه من العاب الكومي عشان لما انشرها يرفع علي قضيه تشهير؟ معاك حق والله، انا برضو ممكن اخرج من عندك اطلع بيها على مكتب الكومي واقول له الحق قفشتها مع صول ولا واد مسجون عندي شغال لحساب وهب ابي خليف، وساعتها بقى مش هيشك فيها خالص، ده انا بلم الدنيا من وراه، وبعدين هيخلص معاها على طول من غير سين ولا جيم. ما هي برضه مش ضمانه. براحتك يا باشا. طب اديني 24 ساعه عشان اتاكد من اللي انا شفته ده بنفسي. 24 ساعه والفيديوهات دي هتكون في خزنه الكومي. سلام يا باشا. سعاده البي جاي لحضرتك حالا يا فندم. شكرا. يا اهلا وسهلا بالصحفيه والمذيعه اللامعه. ده اسكادا او شانيل؟ اسكاد. تفضلي. شيء عظيم جدا. كان في زمان السفير مختار العربي كان بيدرس لي في المعهد الدبلوماسي اللي بيأهلنا لدخول الدبلوماسية بعد كده، كان دايما يقول لي أهم المداخل لمعرفة شخصية اللي قدامك نوع البرفان اللي بيستعمله. طبعا للأسف سيادتك شايف العيشة اللي أنا عايشها خلتني أستبدل ذاكرتي البرفانية بذاكرة من نوع آخر، جاني البرتقان انواع الاسمده كده يعني. حضرتك المكان اللي انت قاعد فيه ده جنة، نعيم حقيقي، اي حد يتمنى يكمل حياته هنا. ممكن، بس مش اي حد زي ما بتقولي. انا هنا دلوقتي بقالي حوالي 3 سنين من وقت عمليه العراق، والامن اجبرني على الاقامه هنا حفاظا على حياتي. طبعا اكتشفت ان اللي يقدرش الجمال والهدوء الموجود هنا إلا اللي فات من أوقات عصيبة في حياته زينا إحنا مثلا. أنت عرفت يعني ده كله من نوع البارفيوم؟ أكيد لا، لكن بعد مكالمتك ليا استفزني ذكائك وقدرتك على معرفة مكاني، وقعدت أذاكرك كويس قوي وجبت كل شيء يتعلق بيكي ودرستها مظبوط زي ما كنا بنعمل زمان أيام الخارجية قبل ما نقابل رئيس وزارة أو رئيس حكومة أو حتى وفد. عرفت عنك كتير. كتير كويس ولا كتير وحش؟ ما دام اتقابلنا يبقى أكيد كتير كويس. أنتي صحفية جريئة ومذيعة شاطرة بتدوري على الحقيقة،
كبار رؤساء التحرير البولي معاهم وسايط اكبر كمان، بس انا ربطتهم كلهم. رفض حضرتك ليهم يخليني اسالك، وافقتي تقابلني ليه؟ شوفي انا مش هسالك، انت عرفتي مكاني ازاي؟ لانك هتردي عليا وتقولي لي انا صحفيه وليا مصادري الخاصه، وهتقولي لي الكلام الدبلوماسي اللي احنا بنقوله علشان نخبي مصالحنا. كل ده مش مهم عندي، المهم اللي انا اكتشفته واللي خلاني اوافق اني اقابلك. اللي هو انت مش جايه عشاني انا، انت جايه عشانه هو. ده شيء يسعدني عشان اوضح لك الحقيقه بدل ما تفضلي في الظلمه زي دي. عايز اسئله كتير، هتعرف كل حاجه بعدين. خليك ورايا ما تسيبنيش. ها هو ده كل اللي حصل معايا، وكل اللي بيكتبوه عنه في الجرايد واللي انت بنفسك قلتيه مؤكد فيه حاجه غلط. عماد جد الله اللي انا اعرفه مش ممكن يكون زي ما بيقولوا كده. عماد جد الله؟ مقابلة السفير زودت الحيرة عندي. لما بقى
برجع افتكر ايامي مع احمد ولا جمال ولا عماد، بكتشف ان مفيش حاجه في علاقتنا كانت واضحه. ظهوره في حياتي فجاه، اختفائه فجاه، اعرفه بس يطلع له كذا اسم. كنت بضحك على نفسي واوهم روحي، كنت فرحانه ومبسوطه، مش مصدقه ان الدنيا ممكن تعوضني بسرعه كده. عارفه اللي مش عايزه تفكر عشان ما تعكننش على نفسها؟ دي كانت انا. يا حبيبتي ده طبيعي، مفيش حد في الدنيا بيحب من قلبه ويلاقي اللي قدامه بدله نفس المشاعر وهيفكر عكس كده. والنبي بلاش حكايه بدله نفس المشاعر دي، بتفكرني بهبلي وقد ايه كنت عبيطه. انا مش عارفه انت ليه بتعملي في نفسك كده. لازم اعمل كده واكتر من كده، لاني لو ما رديتلوش اللي عمله فيا واديته الالم المين هحس نفسي ضعيفه طول عمري. يا ليلى اهدي واسمعي، انت كده واخده الموضوع شخصي بزياده وملخبطه كل حاجه على بعض. ما ينفعش حبيبتي تخلطي ما بين احمد الطوخي وشغلك. اهدي كده وفكري وشغلي عقلك. طب والنبي يا روبا قفلي على الموضوع، انا مش عايزه اتكلم فيه تاني. براحتك. انا شفتي مره عندي كويست سيديز اسمه ابو العزمي صح؟ اه مظبوط. كانت رتبته ايه ده؟ لواء. هو لسه في الخدمه لغايه دلوقتي. بس انت ايه اللي خلاكي تفتكريه؟ السفير سالم وهو بيحكي لي قال اسمه، ولما سالته عنه ما رضيش يديني اجابه واضحه، بس انطباعي عنه ساعتها انه شخصيه مهمه وله علاقه باللي حصل مع احمد هناك. طب وانت ايه اللي خلاكي تربطي ما بين الاثنين؟ ما يمكن تشابه اسماء. انا فكرت في كده برضه، بس الاسم مميز وصعب يتكرر في نفس المجال الامني ونفس الرتبه مرتين. روبا انا عايزاكي تساعديني. اكيد اكيد يا حبيبتي، لما اروح هبعتهم لك. لا تمام تمام يا باشا، لا خلاص زي ما اتفقنا. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا باشا. اشرف انت عايش اهو، ما بتردش عليا ليه؟ كلمتك 100 مره. ادخل. مش هطول عليك، شكلك خارج. لا ابدا، انا كنت هندي على البوابه يجروق الدنيا بس. ادخل ادخل. ايه ده ايه ده؟ يا نهار اسود، ده ايه ده؟ حصل امتى ده كله؟ من يومين كانوا بيدوروا على اي اوراق تخص جمال. اي اوراق تخص جمال؟ هو جمال مش يخصنا برضه يا علي؟ ما بندورش عليه ليه؟ اشرف ارجوك، انا لافيه مكفيني، اديك شايف مش كل حد حملني مسؤوليه جمال. جمال مش عيل صغير وعارف يعمل ايه اكتر مني ومنك. ده واضح ان مش انا لوحدي اللي بفكر كده، ده واضح ان انت واخد صف تاني خالص. صف تاني ايه؟ انت فاكرني مصدق انه جمال عماله يفجر ويموت والهبل ده؟ ويعمل ده ليه اصلا؟ ما تقصد ايه يعني ان جمال عارف هو بيعمل ايه كويس؟ اقصد انه ما حاولش يهرب مثلا، ما بيتكلمش، ما بيدافعش عن نفسه بقوه. اديك انت المحامي وصاحبه، اتكلم معاك صرحك. ولا انا رحت له مره واتنين وسالته ولا طلعت منه بحاجه. وهنفضل كده لحد امتى؟ هنفضل متوعينه في سكوته لحد امتى يا علي؟ لحد ما يتحكم عليه ويلبس البدله الحمراء ويجي يقول لنا تعالوا خدوا جثته؟ اعوذ بالله ما تقولش كده يا ده اللي هيحصل له فعلا. اشرف جمال متورط، ده اللي انا متاكد منه. وانا بقى متاكد من البت اللي اسمها تولين دي ورا كل اللي بيحصل لجمال. انت قابلتها؟ لا ما لحقتش. خساره، اللي عرفته انها سافرت خلاص. سافرت؟ بس لو وقفت عليها براءة جمال هسافر لها واجيبها في شوال لحد هنا. استغفر الله العظيم. يبقى احنا كده ما قدمناش غير الصول اللي كان موجود في الكنيسه ساعه الحادثه، اسمه خميس، بيقول لك فاكر كل حاجه واكيد عنده اي حاجه يقولها لنا. علي هاني يا اشرف، بص انا عارف ان انا وانت من صحاب قريبين قوي من بعض، اللي بيربطنا جمال. ارجوك ارجوك خلي بالك منه، مش محتاج اوصيك. وانت كمان يا علي مش محتاج اوصيك، جمال ملوش غيرنا. مدام فريال، انت قلت ان فترة جوازكم دامت حوالي 4 سنين؟ مظبوط. حصل امتى رفض جمال الجبالي من الخدمة؟ صعب ان انا افتكر صراحة. طب خلال الفترة دي كان له أي دخل خاص من أي مجال؟ مجرد المعاش. ليه ما حاولش يبقى له دخل خاص؟ عمره ما فكر يعمل بيزنس بتاعه، رغم ان زمايله كلهم كانوا بيعملوا كده، سواء اللي جوه الخدمه او بره الخدمه. عرضت عليه؟ كنت دايما بقول له ليه ما تفكرش تعمل حاجه بتاعتك؟ افرض سبت الشغل جرى لك حاجه. كان بيرد بعدم اهتمام ويغير الموضوع. تفتكري ده لان المال ما كانش بيمثل له اي اغراء ولا عدم تحمل مسؤوليه؟
مفيش حد ما يتمناش انه يبقى معاه فلوس. تقدر تقول عدم تحمل مسؤوليه، فشل، عدم طموح. انت بتفسري بايه انه غير موقفه بعد كده وبقى ليه مشروع خاص؟ لان علي زميله هو اللي لح عليه، لولا كده جمال كان استحاله يعمل حاجه. بس يعني ملف خدمته بيقول ان كان بياخد تدريبات وفرق بشكل مستمر ومتطور جدا. عمري ما حسيت ده معاه. جمال من النوع اللي ممكن يعمل اي حاجه عشان الفلوس؟ اظن لا. تمام؟ سؤال اخير يا مدام كريال، كان ايه رد فعلك لما عرفت ان جمال اترفد بسبب استخدامه العنف المفرط مع احد المتهمين اثناء استجوابه؟ ما استغربتش. مارس ده معاكي؟ مدام فريال، ده كان السبب الرئيسي اللي خلاني انا وجمال نسيب بعض، لاني لو كنت كملت معاه اكتر من كده كنت هبقى بعين نفسي. عند حضرتك اي اسئله تانية ولا ممكن اروح؟ منيح اللي رديت، لانه لو ما رديت هالمره كنت رح تلاقيني قدامك بالقاهره. وين تولين؟ موجودة. الشباب تبعي عم يقولوا إن اختفت بعد ما طلعت من النيابة. أنا ماليش دعوة برجالتك يا مهدي. أنت طلبت مني طلب ورجالتي هم اللي نفذوه. أنا تبعت لي إياها. الليلة لازم تكون عندي. ما ينفعش تخرج من المطار بالسرعة دي. اسمها موجود على قوائم الممنوعين من السفر. عموما إديني فرصة. بس أنت سيدي عارفين إنه شغلنا ما في غير فرصة واحدة. وبس. صباح الخير يا فندم. كويس انك جيت يا علي، كنت لسه هطلبك. اقعد. خير يا فندم. هيجي منين الخير؟ اسمع، انا عايزك تجهز مرات المهدي وبنفسك تخرجها باسرع ما يمكن، ويا ريت لو لحقت النهارده قبل بكره. سعادتك انا سفرتها من امبارح. نعم؟ انت ازاي تعمل كده من غير ما ترجع لي يا فندم؟ ما احنا متفقين ان ده طلب جمال، والا كان ايه؟ كان لازم تقول لي قبل ما تنفذ. هو في يا فندم؟ فهمني. افهمك ايه ولا ايه؟ انت ما بتفهمش حاجه خالص. علي اطلع بره. بره يا علي. كله منك يا جمال. الحمد لله. اللهم انت سلام ومنك السلام. الحمد لله. من كتر الضرب حسيت ان انا نسيت الكلام. نسيت انا هنا ليه وبيعملوا فينا كده ليه. حسيت في اللحظه ان احنا مش بني ادمين. ازاي البني ادم اللي ربنا كرمه يعملوا فيه كده الكفره الظلمه؟ بيتا ايدو ما تتكلمش كتير، كلامها يتعبك اكتر ما يريحك. هي فين ضحى دي؟ ده احنا في كابوس. كابوس ايه الجديد يعني؟ طول ما في ضابط اكيد في متهم، زي ما في حد بيتضرب اكيد في حد بيضرب. هي اللعبه كده، انت حظك جه متهم وبيتضرب. مش لما اكون ده باختيارك وبمزاجك. مفيش حد بياخد حاجه غصب عنه، كله باختيارك. أو كلام؟ لا مش كلام، أديني قدامك أهو. مرة اخترت أكون ظابط ومرة اخترت أكون هنا. هو أنت مين بالظبط يا أخ؟ أنا جمال الجبال يا سيدي. جمال؟ على فكرة أخ جمال، أنا ما قلتش حاجة عنك صدقني. يمكن بس لما كانوا بيضربوني ويغم عليا أكون قلت حاجة كده ولا كده، مش فاكر يا سيدي. إيه ده؟ سامحني يا أخ، سامحني. ولا يهمك، حتى لو قلت حاجة مش تفرق، وأنا مسامحك يا سيدي. عارف يا أخ جمال، أنا مبسوط وأنا هنا معاك. وأنا في الزنزانة بتاعتي كان في صوت مية بينقط طول الوقت. الصوت ده ما بطلش من ساعة ما اتحطيت في الزنزانة، لدرجة إني حسيت إنه هيخرم دماغي. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله.
حاسس ان انا هموت. ايوه حاسس ان انا هموت صدقني. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هموت يا اخ جمال صدقني هموت. عارف ليه؟ عشان جابوني معاك في الزنزانه هنا. عشان لما اموت يلاقوا حد ينده عليا. مش هتموت. مش هتموت. اللي خليك تستحمل كل ده يخليك تكمل. لحد امتى بس؟ معرفش. بس لازم تستحمل. افتكر أي حاجة تستحق إن أنت تعيش عشانها. افتكر حد بيحبك مستنيك ترجع له. ما تستسلمش. اعتبر إن كل ضربة بتقويك. وكل ساعة ظلم بتموت. ما تقبلهاش. في حد بيرضى الظلم بمزاجه يا أخي جمال؟ لا طبعًا. بس في حد بيختار يفضل جواه وحد بيخرج منه. إلا قول لي يا أخي جمال، هو أنت عندك أولاد مش كده؟ إزاي يعني؟ إيه اللي بتقوليه ده؟ أكيد لأ. يا جمال يا جمال يا ابني أنت فين؟ استني ثانية واحدة. أيوه يا حاج معايا تليفون ثواني. تليفون إيه؟ تعالى يا ابني خلصني. حاضر جاي. طب اقفلي ثانية واحدة هكلمك. ايه ده يا حاج انت اتخطفت ولا ايه؟ ما تفكوش يا شبي كده الخطه هتبوظ. الخطه؟ اسمها الخطه يالا. خطه ايه وخطه ايه؟ فك والله انا اللي هبوظ جدتكم الجيم. مش اتفقنا يا جدو ان احنا نخلص الجيم؟ جيم انا اللي هوريك الجيم اللي على اصله. اجري يا سليم. استنى يا شبي. استنى اجري يا سليم. تعال اجري. تعال تعال. هديته حيل يا ولد الكلب. بقى جاي ما تربطش جدو تاني انت فاهم؟ اه فهموا ان انا معاكم في العصابه. ها مش كده؟ حاضر. بص بقى انا وانت وجده ايد واحده، يعني ما حدش فينا يربط التاني، ولو حد فينا لقى حد مربوط يفكه ويساعده، انت فاهم؟ فاهم بس ده كان جيم. يبقى نربطه كده وكده. ماشي. الواد يا اخويا ايده عافيه بسم الله ما شاء الله، طالع لابوه. هذا الشبل يا حاج. ربنا ابني يفرحك بيه ويسعد ايامكم الجايه ان شاء الله. تعرف ان ابني اسمه جمال على اسمك؟ هو عنده 3 شهور دلوقتي. ربنا كرمني بيه بعد عذاب سنين. كنت قربت افقد الامل ان يبقى لي ذريه على وجه الارض. هما بيضربوني. اتمنيت ما اكونش ابني جه على وش الارض عشان ما اشوفش العذاب والذل اللي ابوه شافه في الدنيا. صل على النبي. ربنا يخليه لك. بكره يكبر وتشوفه زي الفل. اقول لك على حاجه، انت عارف ان الواد سليم وحشني قوي. حته واد زي القمر، لما نخرج من هنا اخليك تشوفه، هتحبه قوي قوي. بص يا راسم له هنا صوره على الحيطه، بص عامل ازاي. عارف لما هتشوفه هتتمنى ان ابنك يطلع شبهه بالظبط. وحشني من اللذينة. هلال تصاعد انفاسي. هلال
يلا. مساء الخير. مستكثرة تقولي مساء الخير يا عمي؟ وماله يا بنتي؟ مساء النور، اتفضلي. لا معلش، اصل انا عندي حاجات كتير اعملها، مش هينفع اقعد. انا ما بقولكيش اقعدي، بقولك اتفضلي. ما يصحش تقفي على الباب كده، ده مهما كان بيتك برضه. تقصد كان بيتي. بيت ابنك يبقى بيتك يا بنتي، ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا بنتي؟ البيت ده كان هيبقى بيت ابني زي ما بتقول، لو كنت ناوي اسيبه يقعد هنا اكتر من كده. قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس يا استاذ رجائي، سليم لا من مصلحته ولا من مصلحتك انه يفضل عايش هنا. مصلحته ايه ومصلحة ايه يا بنتي؟ ومصلحة ابوه اللي امر انه يقعد هنا. ابوه مين؟ هو انت لسه بتحكي لسليم عن ابوه؟ ما لازم احكي له عن مين؟ عن امه اللي جايه تخطفه وتحرمنا منه وتقول انه مش هيعيش هنا؟ والنبي بلاش طريقه جمال اللي واخدها منك دي. اخطفه ده ايه؟ انا لو عايز اخطف ابني زي ما انت بتقول كنت خليت جوزي يبعت له جيش من رجالته، وانت عارف كويس قوي ان انا اقدر اعمل كده. بس انا بقى كنت متوقعه ان انت اللي هتجيبه لحد عندي وتديهولي. انت جالك منين التوقع ده يا ست البنات؟ لو انت خايف على سليم فعلا وعايزه يكبر ويتربى بطريقه كويسه ومحدش يعايره بسيره ابوه، يبقى خليه يعيش معايا. يا بنت عيب ما يصحش الكلام ده، خلي بالك من كلامك. ابني ما هوش عيبه ولا معيره، ابني مظلوم، وانت اكتر واحد عشرتيه وعارفه انه يمكن يعمل الكلام اللي بيقولوا عليه ده. يقولوا بقى ولا ما يقولوش، انت عارف الناس بتاخد باللي بتسمعه وبتشوفه، وهيفضلوا يعيدوا ويزيدوا في الموضوع حتى لو ابنك خد براءه. صدقني يا استاذ رجائي انا ما بجيش على حد، بس انت عارف بلدنا بقى الناس ما وراهاش حاجه غير الكلام على بعض، والفضيحه بتمد لسابع جد. يعني كل ما سليم قعد هنا اكتر كل ما سمع وشاف اكتر. لو انت فعلا خايف عليه وعايز مصلحته ما تخليهوش يتعاقب على حاجه ما عملهاش، خليه يجي يعيش معايا، واوعدك ان هو مش هيتاذي. مش هرد عليك، مش هرد عليك دلوقتي يا فجال، بس كل واحد بيعمل بقصره. بس اللي عايز اقولهولك ان الكلمه الاولى والاخيره هتفضل لجمال.